ولن تكليف الملكي السامي السيد رئيس الحكومة بإعداد لائحة مقترحات. السيد رئيس الحكومة يشتغل على هذا الأمر ويدبره، والنتائج المرتبطة بإعداد المقترحات وما سيليها سيتم إعلانها وفقا للمقتضيات الدستورية المنظمة لهذا الأمر. الأمر يدبره السيد رئيس الحكومة على مستوى الاقتراحات، يدبره بشكل مباشر، ولهذا لم يكن موضوع على مستوى مجلس الحكومة. أي يدبره هو بشكل شخصي ومباشر مع الأحزاب المعنية، وكما قلت النتائج ستؤطر تخضع للمقتضيات الدستورية التي تنظم ذلك، على اعتبار أن الاختصاص ديال السيد رئيس الحكومة وهو رفع مقترحات تتعلق بالأمر.